بسم الله. احنا كنا بنتكلم عن موضوع التراست، صح؟ ادي عندنا دومين اهوت، الدومين ده في الفورست اللي اسمها اسلام دوت كوم، في 2 تشايلد منه وفي واحد تري جديد، ودي فورست جديده دومين اسمه زيني دوت نت. اي حاجه، تمام. ادي الادمنستريتور ايه بتاع الايه بتاع الدومين الجديد او الفورست الجديد. لما ده فورست جديد ما عنده كل ايه الشغل بقى الايه الخاص بيه، يعني 5 بارتيشنز عنده، تمام. الاوبريشنز ماسترز ما فيش في الفورست غير هو دومين واحد، والدومين ما فيش غير دومين كنترولر واحد، وبالتالي هو الدومين كنترولر ده اللي بيلعب كل الايه كل الادوار. انا مسميه ان اف دي سي، نيو فورست دومين كنترولر. بص يا باشا، ده فورست جديد جهاز اسمه مش عارف اسمه غير كده، هو بيولده لنفسه، انا نسيت اسميه. المهم ان الدومين بتاعه اسمه زين دوت ايه دوت نت، واخد اي بي ستاتيك 111، تمام. فكره بقى عدم وجود تراست ايه، ان انا لما اجي هنا اقول له باك سلاش باك سلاش 192 168 1 200، انا بعمل ايه؟ باكسس ريسورس موجود في فورست ايه، في فورست تاني. مفيش اي مشكله بالنسبه لنا، بس كل اللي احنا محتاجينه الاكونت اللي شغال هو نفسه. المفروض دي ما تحصلش، لكن هو لان تلاقي المشكله ان الاكونت اللي احنا شغالين بيه ادمنستريتور الباسورد بتاعته نفس هو نفس الاكونت اللي شغال هنا بنفس الباسورد. طيب بص، ده الدومين بارتيشن بتاعه، كنا داخلين قبل كده مرة. طيب administrative tools domains and trusts اللي عنده هنا، طبعا ده بقى اللي شايل كل الايه كل الاوبريشنز ماسترز بتوعه، هو الماستر بتاع كل الاوبريشنز الخمسة. ما عندوش غير دومين واحد بس اسمه زين دوت ايه زين دوت نت. طبعا الدومين ده اللي هو زين دوت نت غير موثوق بالنسبه لايه الدومين اسمه اسلام دوت ايه دوت كوم، لان كل واحد في ايه في فورست مختلفه، تمام. عشان تخلي بقى الاثنين موثوقين لبعض من ناحيه قصه عمليه اكسس الريسورسز اللي موجوده، ونقدر نوصل كاننا في فورست واحده، لازم شرطين فاكرهم. الدي ان اس، ايوه حلو الكلام. الراجل ده عنده ابلكيشن بارتيشن يخصه اهو، دي الناس. بص سيم دي هنقول له بينج، واحنا عايزين نوصل لدي سي دوت اسلام دوت كوم. يعرف يوصل؟ طب ما يعرفش ليه بقى؟ مفيش دي ان اس اصلا، مفيش ايه الدي ان اس بتاعه، ما يعرفش حاجه اسمها دي سي دوت اسلام دوت كوم. ولا عنده حاجة في الفوروردر تقول له ايه عليه، وبالتالي مش هيقدر ايه مش هيقدر يوصل. طيب وعشان تاكسس الريسورسز محتاج ايه تراست ريليشن شيب ايه تكون بينكم وبين بعض. احنا يعني بنقول لما نيجي نعمل تراست خارج الفورست عندنا نوع من انواع الايه التراست، اللي هي الايه والايه الاكسترنال تراست والايه والفورست تراست. الفرق بينهم الاكسترنال دي نون ترانسيتيف، مش انتقاليه، ده ما بين دومين ودومين بس، يبقى على قد الاثنين دول بس، زي الشورت كات داخل الفورست، تمام. الفورست تراست شرط ان الفورست فانكشنال ليفل تكون 2003 وانت طالع، ودي ترانسيتيف وبتنتقل بتعامل ما بين الراس هنا والراس هنا، وتربط لك الاثنين فورست بايه ببعض. حلو الكلام. طيب تعال نحل المشكله الاولانيه اللي هي مشكله الايه الدي ان اس. عندك كذا حل، يا اما تعمل سكندري زون، يا اما ايه كونديشن.
كونديشنال فوروردر كده، وهنقول فيه الدومين اللي اسمه اسلام دوت كوم. يبقى اروح للدي ان اس سيرفر بتاعه، وهنيجي عند اسلام دوت كوم وهنقول له لما تحب تروح لزيني دوت نت. يبقى اوصل لمية وتسعين، 162.1، 111. اوكي، ايه الاخبار بالنسبه لنا؟ جاب ولا لا؟ ما عادش في اي مشكله كده كايه كدي الناس بقينا واصلين لبعض. باقي لك بقى المشكله الثانيه، اللي هي مشكله الايه، مشكله التراست. هتبناها من هنا ولا من هنا؟ مش تفرق معايا. عايز تبناها من هنا اهلا وسهلا، عايز تبناها من هناك اهلا وسهلا. عامه احنا الدومين بتاعنا بيترست في مين؟ ولا حد. عايزين نعمل نيو تراست، نيكست. عايز تتراست مع مين؟ عايز اتراست مع اسلام دوت كوم. نيكست. اكسترنال ولا فورست؟ فورست تراست. تمام كده، واقول له نيكست. تقرا الكلام باللي بتقوله لك، هتلاقي ايه يقول لك any of the domains in one forest to be authenticated in any of the domains in the other forest. كل الدومينز اللي هنا موثوقين في الايه؟ next. هتبقى two way ولا one way؟ ماشي، نبنيها لك هنا وبعد كده تروح تبنيها انت هناك، ولا نبنيها في الاثنين؟ عايز الكريدنشال. عايز الكريدنشال بتاعت مين؟ الثاني اسلام دوت كوم. اد ادمنستريتور وادي الباسورد بتاعتنا. نيكست. فورست وايد اوثنتيكيشن ولا سيلكتيف اوثنتيكيشن؟ ايه الكلام ده؟ انا اقرا كده، ويندوز ويل اوتوماتيكالي اوثنتيكيت يوزرز فروم ذا سبيسيفايد فورست فور اول ريسورسز ان ذا لوكال فورست. This option is preferred when both forests belong to the same organization. يفضل انك تعمل الموضوع دوت لما يبقوا الاثنين في نفس الايه؟ المنظمه بشكل فيزيكال. كويس، انت في الدور اللي فوق وانا في الدور اللي ايه؟ اللي تحت. احنا في المنظمه ايه؟ منظمه واحده. Selective authentication. Windows will not automatically authenticate users from the specified forest for any resources in the local forest. After you finish this wizard, grant individual access to each domain and server that you want to make available to users in the specified forest. This option is preferred if the forests belong to different organizations. فهمت ايه؟ هنا كل الرسورس تبقى متاحه، اللي تحت هيحدد ان الرسورس معين تبقى ممتاز. ده كان بالنسبه للايه؟ للاوتجوينج تراست، ثقتي فيه. يعني هو بتكلم دلوقتي عن الريسورسز اللي عندي بالنسبه ليه. اللي بعد كده الريسورسز سبيسيفايد اللي هناك ليا، المره دي ليك انت ليه. تمام. يوزرز ان ذا لوكال فورست كان بي اوثنتيكيتد. الريسورسز اللي موجوده في السبيسيفايد فورست اللي هناك، انما دي السبيسيفايد فورست على الريسورسز اللي في اللوكال ايه؟ في اللوكال فورست. تمام كده. ادي السمري بتاع الايه؟ بتاع التراست بتاعتنا. نيكست. كان رود اوثنتيكيت ريكويست ذا سيم سافكس دونت اكزيست ان ذا لوكال فورست تو ذا سبيسيفايد فورست. رود بوج اوثنتيكيشن ريكويست ذات يوز نيم سافكس ذات دونت اكزيست ان ذا لوكال فورست تو ذا سبيسيفايد فورست. ماشي، ما دام كلام طبيعي.
كونفيرم كونفيرم الانكومنج فينيش، بدنا لك ايه فورست تراست. طب وهناك اكتب دايركت دومينز اند تراست فيش كده، تعالى على اسلام تراست بقى في ايه تراست كده اسمها فورست ايه فورست تراست. وكده اصبح كل الدومينز اللي موجوده في اسلام تراست مين اللي موجود في ايه في زين، يعني نقدر ناكسس الريسورسز اللي موجوده فين موجوده هناك في اي وقت. تمام، وادي اقدر بقى بيرميشنز لكل الريسورسز اللي عندي اليوزرز موجودين فين موجودين هناك زي ما انا عايز، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. خلاص، يعني مثلا لو قلنا جروب بس تكون مفتوحة جلوبال، لا الجلوبال ما تسمحش بناس بره الايه بره الدومين بتاعها. يعني لو جيت على ريسورس عندي اهو روبرتس سكيورتي اديت اد منين من زيني، بس انا بترست في ايه في فورست تانية اسمها اسلام دوت ايه دوت كوم، ممكن اتعامل معاها. بس هي بقى العملية تشتغل اسلام جاب لك كل اليوزرز اللي عنده سواء عنده او فين مصر السما، فجاب لك اليوزرز كلهم. انت عندك هنا مثلا ايه مودو 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 مودو، واحد بتاع اي بي سي دوت لوكال 3، واحد بتاع سما، واحد بتاع مصر، واحد بتاع اسلام، فيجيب لك اليوزرز اللي في الفورست كلها تقدر تديهم كلهم ايه بيرميشنز. طبعا لو كانش الدي ان اس او تراست مش شغال كنت عمرك ما تقدر تعمل ايه حاجه زي كده. مفهوم؟ واشتغل بقى زي ما انت عايز. طبعا ما تنساش قصه الجروبز في الموضوع ده. بالنسبه لموضوع الايه بالنسبه لموضوع التراست ريليشن شيب، وكده احنا من ايه قفلناه كموضوع عندنا. خلاص، انا هقفل لك الفيديو بتاعته عشان ما نخش في حاجه تانية. فيديو صغير كده.